الحصول على دفتر العائلة في تركيا وتثبيت الزواج كانت الأوراق المطلوبة، كانت صعبة شوي، كان إخراج قيد نفوذ، فحص الدم، وورقة عازب. هاي ورقة العازب كانت تعذب كتير الناس. واليوم أطلقت بوابة الحكومة الإلكترونية استخراج ورقة العزوبية من أي دولات. السلام عليكم أصدقائي، مشان استخراج ورقة العزوبية من أي دولات والتقديم على الزواج ودفتر العائلة التركي، على أول ندخل على متصفح الجروب نكتب بالبحث أولاً، ما هلا بيطلع لنا أول نتيجة بحث نضغط عليها، هلا بيعطينا هاي النتيجة. هلا بنضغط على محل مكتوب بالأزرق اللي تحت المؤشر بالدائرة، نضغط عليها هاي نتيجة البحث. بيفتح لنا هاي الصفحة أصدقائي، على هاي الصفحة هون نحن بدنا نقدم على الطلب. على عند إشارة الزائد بنكتب يعني باشور، نضغط عليها وندخل عليها. هلا هون بتفتح لنا هاي الصفحة، الصفحة لمعلوماتك الشخصية، اسمك ورقم التاجي ورقم الهاتف والعنوان والادرس. اصدقائي هلا نحن بننزل لتحت شوي، هلا هون فوق بنكتب بالمستطيل الجيميل، جيميل الايميل تبعك اللي مكتوب بالهاتف، نحط الجيميل. هلا في كتير ناس بتعرف الجيميل، شوفوا في ناس ما بتعرف الجيميل. الجيميل بينكتب مثلا المحطوط بالهاتف، تكتب نفس اللي محطوط بالهاتف الجيميل اللي عم تستخدمه انت، بتكتبه فوق بهالمستطيل. هلا بعد ما كتبنا الجيميل اصدقائي، المستطيل التحت بنكتب رقم الهاتف. خلص الكتابة، بدنا ننزل لتحت. هلا هون بدنا نختار السجين، يعني لمين بدك تعطي انت هذا الطلب، هي الورقة. تختار البلدية اللي انت بدك تروح عليها وتعطيها الورقة. اصدقائي راح اختار انا لعلى التعيين. هلا انا هون بعد ما اخترت البلدية نزل لتحت على المستطيل اللي تحت. هلا هون المستطيل تحت نحط كمليك نمارسة رقم التيجي. اصدقائي هون رقم التيجي، التيجي يعني الشخص اللي بدك تتزوج منه، اذا كان الشاب او البنت الشخص المقابل بدك تتزوج منه وتحط رقم كمليكه. هلا اذا كان رقم الكمليك اذا كان لاجئ بتحط 99، او اذا كان معه اقامة بيبقى كمان رقم الكمليك 99. رقم التيجي الموجود على الاقامة اللي بيبلش 99، ان كان عراقي ولا ان كان سوري بهالمستطيل هذا. في حال ما معه الكمليك، معه باسبورت، نكتب هون تحت رقم الجواز السفر. هلا بعدها ننزل لتحت المستطيل اللي تحت، نحط الاسم والكنية، نسجل الاسم والكنية اللي بدك تتزوج منه طبعا. هلا بعد ما نسجل الاسم والكنية في المستطيل اللي تحت نحط التاريخ، نكتب التاريخ هون، نختار جنسية الشخص اللي بدك تتزوج منه. رح نختار جنسية لعلى التعيين. هلا بعد اختيارك للجنسية اذا كان سوري ولا عراقي ولا اي جنسية اي بلد، بتحط البلد اللي هو، وفي المربع اللي تحت نختار اذا كان رجل او امرأة الشخص الطرف الثاني. اذا كانت البنت اللي عم تكتب تختار إيركاك، يعني اذا كان الشاب اللي عم يكتب الطلب يختار كادون يعني بنت. وهلا اصدقائي تقريبا رح نخلص، وهلا هالطلب الاخير اللي بدك ترسل صورة الكملك او صورة الباسبور الشخص الطرف الثاني، ورسالك للكملك او الباسبور رح يكون ملف PDF. هلا رح نحمل الملف PDF. كيف نصور الملف PDF؟ هلا بنطلع من البرنامج نروح كيف نحول الصورة الى ملف PDF مشان يسهل معنا التحميل. اصدقائي مشان تحويل الصورة على ملف PDF، كيف نصور الصورة ونحولها على ملف PDF؟ اللي التطبيق اللي هذا اللي بالازرق رح احط لكم اياه، رابط التطبيق تحت بصندوق الوصف، ندخل عليه. هلا تحت اشارة الزائد، نضغط على اشارة الزائد اللي بالتحت. اصدقائي بيفتح لنا هالصفحة هي، نحن نختار مثلا شكل من الاشكال لملف PDF كيف راح يكون. نضغط على كلمة التالي اللي فوق عيد اليسار، كمان نضغط التالي.
هلا انا مصور الصوره الجيمبك اللي ما مصوره وحابب يصورها بينزل لتحت على محل صوره الكاميرا، بيضغط عليها على الكاميرا هاي عشان يفتح لي الكاميرا. ناخذ لنا صوره، هاي صوره الجيمبك، ناخذ لنا صوره. بعد ما اخذنا الصوره اصدقائي نعطيه موافق، هيك بيكون تم الحفظ. اصدقائي بعد من هون كلمة التالي كمان من فوق، نضغط على التالي، كمان على التالي. هون بيغنى شو اعدادات اسم الملف، وتكتب مثلا انت بدف بي دي اف مشان ما تخربت شي رقم من الارقام مشان تشوفها بالملفات لما بدك تحمل الصورة. انا رح اعمل انشاء ومشاركة او بدك اعمل حفظ. هلا بعد ما خلصنا تحويل الصورة للبي دي اف، هلا بنشاركها بإشارة المشاركة هي، بنشاركها على الواتساب لشي حدا، لصديق او لهاتف تاني، مشان ما يصعب علينا نلاقيها فورا في الملفات لما بدنا نحمل صورة البي دي اف. هلا اصدقائي بنروح على اي دولات، هلا نضغط اصدقائي على تحميل الملف، نختار الملفات. اصدقائي هلا هون بندور على الملف البي دي اف اللي صورناه احنا، اللي حولناه على البي دي اف، نشوف وينها ونحط اوكي، نضغط عليها مشان يحمل معانا الملف. هيك بيكون تم تحميل الملف بي دي اف. خلصنا اصدقائي، بنضغط على المستطيل الازرق على المتابعه وبنرسل التسجيل. اصدقائي بنطلع من لي دولات، نرجع ندخل تاني مرة مشان نعمل طباعة للطلب اللي قدمناه، وهيك بيكون صارت ورقة العزوبية جاهزة ان شاء الله. واصدقائي هلا في كتير ناس عم تشوف الفيديو بتكون معنا مشاركة معنا بالقناة، يعني ارجو من اصدقاء المشاركة بالقناة واعجاب ولايك للفيديو. اصدقائي فضلا وليس امرا، يعني ارجو منكم تيجوا على القناة تركيا الغد، تحت الاسم تركي الغد في كلمة الاشتراك، نضغط عليها مشترك، نجي على زر الجرس، نفعل زر الجرس، هيك بنكون اشتركنا مشان يوصل لك الرسائل كل فيديو جديد اول باول. شكرا لكم للمتابعة اصدقائي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.